شباب الأهلي 2003 في كرة الماء يواصل تفوقه ويحقق لقب بطولة الجمهورية لكرة الماء بعد تغلبه على هليوبوليس في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي. ليحافظ فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2003 على لقب بطولة الجمهورية للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-6، وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة، وقدم فريق الأهلي عرضا قويا خلال المباراة التي شهدت تألق جميع اللاعبين الذين نجحوا في الفوز ببطولة الجمهورية. كان فريق الأهلي 2003 قد توج بلقب بطولة الجمهورية في سبتمبر الماضي على حساب هليوبوليس أيضا بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 5-4. ليواصل قطاع كرة الماء في النادي الأهلي تحقيق كافة الألقاب لمختلف المراحل السنية والفريق الأول والتربع على قمة كرة الماء في مصر بلا منازع. هذا التفوق يؤكد الطريقة المثالية التي يدار بها قطاع كرة الماء الذي يرأسه وائل عزت ويعاونه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء ومدحت فرج نائب مدير الجهاز وعمر ممدوح المدير الإداري وسامح العشري الإداري وخالد بن عيسى المحلل الفني.